نعم أكيد أكيد، دائما عندما تكون هناك مشكلات حدودية، وخصوصا عندما تكون ضمن إطار الحدود المشتركة، ثروات معدنية نفطية غاز إلى آخره، أكيد هناك ادعاءات من حق الدول أن تدعي. لكن في النهاية على جميع الدول المشتركة في حدود مشتركة في الثروات المشتركة أن تقدم ادعاءاتها ووثائقها ومستنداتها الجغرافية والتاريخية أو غيرها، بالتوافق مع الدول طبعا الأربعة بالنسبة لحق الذرة، للذهاب إلى محكمة العدل الدولية. يعني لابد، يعني لا يمكن أن نقول أنه ادعاءات إيران كذب، أو ادعاءات الكويت كذب، أو العراق ليس ساكت، أو ادعاءات العراقية في بعض الأحيان تدعي أن الحقل الجانب الأكبر من هذا الحقل، حقل الذرة، هو عراقي أو السعودية وهكذا. إذن هناك أربع دول متنازعة، هناك قانون دولي، هناك ميثاق الأمم المتحدة، هناك محكمة عدل دولية، ليذهب الجميع إلى محكمة العدل الدولية وعرض المستندات وهذا النزاع أمام القانون الدولي، وبالتالي ننتهي إلى احترام القرار اللي تتخذه محكمة العدل الدولية. أكيد المحكمة هتقسم بما يضمن حقوق الجميع طبقا ل الواقع الجغرافي والحدودي بين البلدان طيب. الأربعة، وعلى الجميع أن يلتزم، يعني كما التزمت البحرين وكما والقطر، كما التزمت الإمارات، وأيضا نتذكر بموضوع الحقول المشتركة بين لبنان وبين إسرائيل، أيضا تم حسمها ضمن إطار قرارات وسياسات واتفاقات وعقود ومحكمة العدل الدولية أو غيرها. بالتالي يعني اللجوء إلى القانون، اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل المنازعات، هو طيب. الحل الأمثل لضمان الأمن المتبادل بين الدول، بدون التهديد وبدون الادعاءات الباطلة وبدون التهديد بالحرب أو غيرها من التفاصيل الخطيرة مع الأسف اللي ترافق هكذا أزمات بين الدول. طيب سيد الشرع.